فهمتي ما هيك؟ أنتي رح تتحركي بالتنسيق مع فريق التصوير والفريق الفني، ولا تخافي لأنه صفاء رح تكون معك، وهون أرقام موبايلات كل الأشخاص يلي رح يكونوا موجودين بكرة. بس بكرة آخر الأسبوع؟ شو يعني؟ بصراحة أنا كنت مفكرة أنه في عطلة سبت وأحد. تقريباً مزبوط، بس فيكي تقولي أنه هذا الوضع استثنائي نابع من الظروف، وأنا لأنه عندي موعد مع الدكتور حتروحي أنتي محلي. بس قبل هيك هي رح تيجي معي، لأنه من هلأ حياة خانم رح تكون مساعدة خاصة لي. أيوة ما في مشكلة، أنا بكمل. ومراد بيك؟ أنتي ما تاكلي همه، بعدين أنا كيف رح أتحمل الاجتماع اليوم؟ الحقيقة لازمني حدا يدعمني شوي. بس إذا أنتي يا حياة خانم حابة تتحملي غلاظة أخي وتضلي معه، ما بجبرك تبقي معي. مو معقول شو هالحكي، حتى فيني أقول إنه هذا أحلى عرض إجاني بكل حياتي. امشي. مرحبا أيوب بيك. أهلين أنور بيك. ليكي أنا ما رح أقول لك منورة، لأنه عن جد هاي الكلمة قليلة عليكي. بالمناسبة إذا فكرتي تتركي شركتكم، بتمنى من قلبي تفكري عن جد إنه تبلشي عنا فوتو موديل. بصراحة أنا مرتاحة بشركتي كتير أنور بيك، بس بتشكرك على مجاملتك. الخانم هون مساعدتي حياة، هي رح تكون معنا كل الوقت. مرحبا، شرفت بمعرفتك. وأنا كمان. لو سمحتوا تفضلوا. بتحبوا تشربوا شيء؟ ايه طبعا بنشرب. يا ريت تجيبي لنا شويه كمون مع ليمون وصحن ملح. انور بيك، ها انت عم تمزح مو هيك؟ حياة طبعا عم بمزح، والا كيف رح نطلع من هالجديه الزايده. انا باخذ شاي. وحضرتك؟ قهوه ساده اذا ممكن. طبيعي ساده، ولهيك انا بشربها سكر زياده. ادخل. مراد بيك، فيني اخذ دقيقتين من وقتك اذا بتريد؟ خير تعال احكي. ماني عارفانه كيف بدي اقول. خلصيني احكي. اذا ممكن شوف هالعقود. شو ها؟ هدول مضمون العقود يلي رح يوقعهم أنور بيك. كأنه بالصفحة الثالثة في مادة غريبة لفتت لي نظري. لا تفهمني غلط، بس يعني هيك مادة ممكن تحطنا بموقف صعب بالمستقبل. المحاميين قاموا بكل التعديلات حسب التعليمات يلي وجهناها نحن، بس إذا بتحبوا ترجعوا تقروا الشروط مرة تانية ما في أي مشكلة، أكيد بستناكم. عنا ثقة بحضرتك. عندي ثقة أنه هالشي رح يكون أفضل لشركتين مع بعضهم. وأنا كمان، معناتها اسحبوا أقلامكم. مرحبا يا جماعة. وهي السيد مراد صارصة الماس، شرفنا. يعطيكم العافية. شكرا، إلنا الشرف نشتغل مع شركتكم ومع حضرتك. وأنا كمان شكراً، بدي أعتذر منكم، مضطر أسرق أنور بيك شوي. أخي ضل خمس دقايق بس وبعدين أنا بجي لعندك فوراً. ضروري أنور، لو سمحت. يلا قوم. مراد، رح أوقع هالعقود وجاي لعندك فوراً. الموضوع بخص العقود اللي رح توقعوهن هلأ أنور. يلا. شو المشكلة مراد بيك؟ محددين المهلة بس ما حددتوا الكمية، وفي حال إجانا طلب خارج عن إمكانية الإنتاج عنا رح يكون في مشكلة. بصراحة بدنا صارتي معنا، بدنا ياكن تكونوا جنبنا، لهيك ما رح يكون في أي طلب يحطكم بموقف صعب. أنا كمان هيك بشوف. مع هيك أنا بظن إنه الأفضل تلقوا نظرة على المادة الثامنة من العقود لو سمحتوا. بس نحن اتفقنا مع أنور بيك. طول ما الطرفين نواياهم طيبة ما بعتقد إنه في مشاكل بنو. معناتها لشو بدنا نعمل هالعقود؟ خلوا كل شيء بالنوايا، ما هيك؟ ما فهمت، يعني حضرتك قصدت إنه يلتغى الاتفاق؟ لا، قصدت إنه لنوقع لازم يلتغى هالبند. بس مو أنت اللي بتقرر هذا الشيء. أنا عندي السلطة أتدخل بأي شيء بضرب الشركة أنور، وهذا لمصلحة الكل. لو سمحتي ضبي لي كل العقود. عم قول ضبي لي العقود.
بتمنى نلتقى بظروف تانية أفضل. بالإذن. تشرفني. بالإذن. أخي أنت شو عملت؟ امشي منحكي بالمكتب. مراد نحن مالنا بحديقة وأنا ماني ولد، وهذا اللي عملته ما كان حلو نهائياً على فكرة. ممتاز، قول هالحكي لحالك أنور، لأنه هذا التوقيع غير الأولاد الصغار ما بيوقعوه. أنت فهمني بس لوين بدك توصل؟ أنا عم بشتغل شغلي وبس أنور. بإنك تطلعني ولد صغير قدام العالم؟ ما قصدت هيك. بس هذا الشيء اللي صار مراد. أنور